متواصلين معكم مشاهدينا ومع آخر فقرة معنا اليوم فنان رغم تخصص المختلف دبلوم في بزنس ادمنستريشن من ستيفنسون كوليج ادنبرا بسكوتلندا ورخصة هندسة صيانة الطائرات من منظمة سلامة الطيران الأوروبية إلا أنه لم يترك الفن والغناء. الفنان فيصل الكوهجي صباح الخير. صباح النور. يا مرحبا. يا هلا فيك أخوي فيصل. وقبل أن نبتدي أي سؤال ونتكلم عن هالفرض الشاسع أنا بنسمع منك شيء في البداية إن شاء الله. قلت في المقدمة يعني بزنس مع هندسة صيانة الطيران مع فن، شنو قصة هالميكس المزج بين الثلاثة اللي ما لهم علاقة ببعض؟ طبعا انا احب الموسيقى يعني من الصغر، واحب مجال الطيران ايضا، يعني كنت احب ان اتخصص واعمل في مجال الطيران. بديت بالعود على طول ولا بديت بآلة ثانية وشوي شوي انتقلت؟ لا، في البداية كانت بديت بالبيانو، كان عمري 7 سنوات لما أهلي ودوني للمعهد الكلاسيكي للموسيقى. نعم. تتعلم العزف على البيانو، وبعدها ب3 أو 4 سنوات أخذت العود. في فرق وايد بين هذه الآلة وذيك الآلة؟ يعني يقول السلم أوكي بس بالنسبة حق الممارسة يعني صعب وايد العود كبداية؟ في البداية يعني كان صعب، بس بعدين لا أحس البيانو أصعب. طيب، في 1996 لحنت أول أغنية وطنية وكنت أصغر ملحن في البحرين، يريد تخبرنا أكثر عن هذه التجربة بالتفصيل. طبعاً يعني لما كنا نتمشى مع الأهل في الشوارع في الأسواق في لحن كنت أردده بيني وبين نفسي، بعد فترة حبيت أني أجربه على البيانو وجربته على العود، ورحت طبعاً حق أستاذي أستاذ عدنان الخاتم، هو مدرسي أستاذ العود، يعني قلت له أستاذ عندي لحن كذا كذا إذا تسمع. سمع اللحن وقال لي أحس أنه مناسب ليكون كلام وطني، مثلاً بحرين ديرتي بحرين، فقال أنت خلي الموضوع معي أنا بشوف ناس. لكن واحد طبعاً طفل في هذه ما كم كان عمرك؟ 10 سنوات يمكن، كان 9 سنوات 10 سنوات. شلون طلع اللحن ببالك كذي بس بالصدفة يعني؟ اللحن إيه ما أدري شلون يعني بس معاي طلع، ولما شفت النص بعدين الكوبليهات لا بعدين لحنت النص نفسه يعني لحنته. كيف كان تجاوب زملائك في المدرسة مع هذه الأغنية؟ في البداية ما كانوا طبعاً مصدقين إن أغنيتي هذه، لأن أصلاً الأستاذ ما قال لهم من البداية إن هذه لحن فيصل، لأن قبل يمكن بس 2 أو 3 من أنا بنقدمه في التلفزيون عرفوا إن هذه لحن فيصل. راح نرجع نواصل حديثنا معاك، بس مشاهدينا راح نشوف تسلسل قصة فيصل مع الموسيقى في تقرير من إعداد خديجة كوهجي، وراجعين.
كان عندنا آلة أورك صغيرة في البيت، أنا كنت يعني أعزف عليها وأطلع شوية ألحان. فيصل طبعاً كطفل كان يحب يلعب على الآلة وعنده قدرة حفظ وبسرعة يتحفظ ويركض. لين دش المدرسة المدرسة مالت الموسيقى بعد قالت لنا ترى يعني فيصل عنده موهبة موسيقية، واحنا استناداً على مشوراتها ودينا فيصل معهد الكلاسيكي وابتدى ياخذ دروس بيانو وواصل حتى اخذ شهادات يعني من بريطانيا في آلة البيانو. كان غير من البيانو انتقل للعود، ومن حسن حظه أنه كان المدرس ماله الأستاذ عدنان الخاتم، أستاذ قدير وايد اهتم في فيصل، أعطى أساسيات العود والمقامات والإيقاعات وكل شيء. شارك في مرات الموسيقى اللي كنا نسمونه مع الطفولة، وبعدين حتى في المسابقات المدرسية الموسيقى بعد كان يشارك، وبعدين يعني فعاليات مثلا في مركز عبد الرحمن كانوا يشارك، سوى أمسية وايد حلوة رائعة في جمعيات التاريخ. حب المسرح، مثل ولحن كذا مسرحية، حتى سافر مع فرق مسرحية برا البحرين يعني كممثل وكملحن. كان ملحن قصائد حق المرحوم غازي القصيبي، لحنها هو وغناهم في هذه الأمسية. التقرير وأهلك يعني جدا مستنسين بمواهبك، ونسمع ذكرت والدتك أن الأستاذ عدنان الخاتم بالعكس كان يدعمك وكان دائما يشجعك، هل ما زلت تتلقى دروس من الأستاذ عدنان؟ كدروس يعني كحصص أني أحضر المعهد لا، بس متواصلين على طول يعني متواصلين بشكل مستمر. ما زال يدعمك في التلحين وفي الغناء؟ ايش اللي خلى الوالد والوالدة أن يودونك من البداية للمعهد يعودونك على الموسيقى؟ يعني هل في احد منهم مثلا موسيقي يحب الموسيقى؟ هم يحبون الموسيقى، متذوقين جدا يعني للموسيقى الجميله والراقيه يعني. و يعني شجعوني بشكل كبير من وانا صغير، بس لاحظوا علي ان كنت اتردد على اله الاورج مثل ما قال الوالد، وعلى طول دخلوني المعهد. طيب الوالده حتذكرك انك لحنت لاشعار المرحوم غازي القصيبي، ليش اخترت لحن اشعار المرحوم غازي القصيبي وكيف كانت هذه التجربة؟ دكتور غازي الله يرحمه كنت يعني حبيت قصائده من المرحلة الثانوية، بديت أقرأ يعني دواوينه وحتى يعني غير القصائد الروايات ومقالات. أول ما تخرجت من الثانوي يعني بس في بعض القصائد حسيت أنها استفزتني أن ألحنها يعني، كانت تجربة جديدة بالنسبة لي قصائد الدكتور غازي. زين شو تحضر له حاليا؟ يعني في ناوي تنزل مثلا اغاني سنجل في مشروع البوم؟ اليوم يمكن موضوع الالبوم يتخوفون من الشباب يقولون صعب، بس يعني على الاقل اغاني سنجل يعني في اشي تحضر لها الفترة الجاية؟ في كذا اغنية سنجل، واحدة انتهيت منها عن البحرين اللي سمعتكم مقطع منها في البداية، وفي تحضير يعني على المدى خلينا نقول المتوسط لألبوم موسيقي بس مو بغنائي، بيكون أغلبه بيكون عبارة عن عزف منفرد على العود مقطوعات من تأليفي. هل تشوف نفسك أكثر في التلحين ولا في الغناء؟ في التلحين أكثر، لكن مثل ما يقولون الملحن أيضا يعني لابد أنه يأدي حتى يوصل اللحن للمطرب يعني. قبل أن نختم وياك فيصل يعني نبي نسمع منك شيء، وفي طلب يقولون ان اغنيه شويخ من الكنترول، ايش سالفه شويخ؟ شويخ ان شاء الله تبي شويخ تبي على ذوقك يعني، بس انه في طلب حق شويخ. كنت محضر حق قصيده ثانيه، لكن اذا تحب تسوي ميكس بعد تقدر تسوي ميكس بينهم الثنتين.
الأرض مكناس وسط الأسواق يغني وش علي أنا من الناس وش على الناس مني شوي أخ من أرض مكناس وسط الأسواق يغني وش علي أنا من الناس وش على الناس مني وش علي يا صاحب من جميع الخلايق افعل الخير تنجو واتبعه للحقايق اش علي يا صاحب من جميع الخلايق افعل الخير تنجو واتبعه للحقايق لا تقل يا ابني كلمة إلا إن كنت صادق لا تقل يا ابني كلمة إلا إن كنت صادق خذ كلامي في قرطاس واكتبوا حرز عني وش علي أنا من الناس وش على الناس مني العافية تسلم هالصوت وسعيدين اليوم تواجدك ويانا الفنان فيصل الكوهجي شكرا لك الفنان فيصل الكوهجي على حضورك ونتمنى لك كل التوفيق